راح نبدا اليوم بموضوع الهارمونكس. اذا عندي كان لينير لود وهلا راح نشوف ايش يعني لينير لود. لو انا هون حطيت لينير باور لود وعرضت هذا اللينير لود لساينوسويدال فولتج، يعني حطينا ساينوسويدال فولتج على هذا اللينير لود وراقبنا الكرنت اللي بيسحبه هذا اللينير لود، اذا كان هذا لينير لود وهذا ساينوسويدال فولتج راح يسحب ساينوسويدال كرنت. يعني اللينير لود تعني مش شرط يكون ان فيز، وقيمته طبعا الارتفاع تبعه الامبليتيود تبعه بيعتمد على الدائره، لكن المهم عندي انه هذا الكرنت لما باجي بطلع عليه لو حطيته على الاسلسكوب راح الاقي انه عندي الفولتج اللي حطيته الاصلي اللي من السبلاي، راح الاقي بسحب الكرنت هذا شكله نفس ساينوسويدال. هلا ممكن يكون ليدنج، ممكن يكون لاجنج، ممكن يكون ان فيز، ممكن يكون الامبليتيود تبعه مختلف، بس الفكره المهمه او النقطه المهمه انه ساينوسويدال، هذا ساينوسويدال وهذا ساينوسويدال. اذا عندي اذا كان بحط ساينوسويدال فولتج على لود وهذا اللود بسحب ساينوسويدال كرنت، معناها هذا بسميه لينير لود. زي ايش ممكن تفكروا بلينير لود؟ ايش في شيء زي هيك بتصرف موتور الموتور مثلا 3 فيز او سنجل فيز موتور. وين حطيت انا الاقلام؟ اذا عندي او مثلا ممكن ريزيستيف لود، لو انا عندي ريزيستيف نتورك، يعني لو احنا جبنا هون زي الامثله بعض الامثله اللي شفناها، لو انا عندي هي مثلا نتورك هون هذا لينير لود راح يسحب لينير كرنت. طبعا في له فيز انجل وهذا، بس المهم النقطه المهمه انه هذا راح يسحب ساينوسويدال كرنت. بهاي الحاله عندي هذا، طبعا هذا ساينوسويدال وهذا ساينوسويدال، والاناليسيس بتعرف كيف تعمل الاناليسيس مش هيك؟ بتطلع الفيز انجل، بتطلع هذا كزد مثلا وبتقسم فيه على زد وبيطلع معك اي، وله فيز انجل راح تكون ليدنج او لاجنج. لكن النون لينير لود، لو انا عندي هون نون لينير لود والنون لينير لود عرضته لساينوسويدال فولتج وراقبت الكرنت اللي بسحبه من هون، هذا اذا كان نون لينير لود لما بعرضه لساينوسويدال فولتج بحط عليه ساينوسويدال فولتج، الكرنت اللي بسحبه مش ساينوسويدال. مثلا امثله عليها ممكن يكون عندي مثلا هي عرضه لهذا الفولتج، اذا هذا نون لينير لود ممكن يكون الكرنت بالشكل التالي. لاحظين شكل الكرنت؟ هو بيريودك وله نفس الفريكونسي لكن شكله مش ساينوسويدال. امتى ممكن هذا يحصل عندي؟ ايش انواع النون لينير لودز الممكنه؟ يعني عندي باور الكترونيك سيركت، بعض الباور الكترونيك سيركت هي امثله على النون لينير لودز. اذا اكزامبلز ريكتيفايرز مثلا فيز كنترولرز ديمر مثلا ديمر سيركت الدرايف بشكل عام عند امثله على النون لينير لود. اذا تعريف النون لينير لود هو اللود اللي اذا عرضته لساينوسويدال فولتج ما بسحب ساينوسويدال كرنت.